السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء. اليوم رغبة لي مجموعة من المشاهدين في كيفية صنع الخلايا الإسمنتية، سوف نقوم بتصوير الطريقة التي يقع صنع بها هذه الخلايا. أولا نقع بسط الأرض، أي تكون الأرض من الأسفل مستوية، ثم نضع فوقها الأرض قدما من البلاستيك. بعد وقع النقع نقوم بصنع قالب. القالب هو هذا يمثل القاعدة، القاعدة السفلى بالنسبة للخلايا، وهو هذه القالب هو لخليتين. بالنسبة للطول متاعه 1.8 متر سنتي، طول متر وثمانية عشر سنتي طول، والعرض 80 سنتي من الخارج. نعم قلنا 1.8 متر طول و80 سنتي عرض. بالطبيعة هنا نقوم ب تقسيمها الى نصفين حتى يتسنى لنا حملها لانها تكون ثقيلة. وبهذا الطريقة يمكن ان نحصل على القاعدة. القاعدة هذه طريقة ماذا نقوم بخلط سطلين رمل وأربعة جريفاي كهذا، جريفاي مثل هذا، ثم سطل سمان، سطل سمان من سطل سمان بيتون. هذا بعد أن نقوم بخلطهم نملأ هذه القوالب الاثنين ونتركها لتجف 3 أو 4 أيام. هذه القاعدة. ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية، يمكن صناعة قالب آخر. يمكن صناعة قالب آخر مثل هذا، وهذا للجنب الأيمن الأمامي والجنب الخلفي. الطول متاعه العرض متاعه 60 سنتي، والطول متاعه 1.15 متر، ونقوم بقسمتهم في 2 على 2 25 سنتي من الداخل، 25 سنتي من الداخل، أي نقوم بقسمته إلى 2 إلى 25 سنتي. هذا الجانب الأمامي والخلفي. كذلك نضع هذه عبارة على المدخل، مدخل الخلية، مدخل الخلية من الأمام بالنسبة للخليتين المتلاحمتين. هذا الجانب الأمامي والجانب الخلفي مع بعضهم الزوز. ثم لدينا قالب ثالث، لدينا قالب آخر ثالث، وهو هذا الجانب الأيمن، هذا الجانب الأيسر، وهذا الوسطاني المتوسط. دونك طول 88 سنتي، 88 سنتي، والعرض 65 سنتي. بالطبيعة نقسمها على 3 أقسام، كل قسمة فيها 25 سنتي،
26 سنتي، كل جانب فيه 26 سنتي. ثم هذا بالنسبة للجانب الأيمن جايب الأيسر، والجانب الوسطي. ثم بعد ذلك لدينا القالب الثالث. القالب الثالث هذا يمثل الأغطية، الأغطية بالنسبة للخلايا. ثم الأغطية طول العرض 74 سنتي، والطول 717 سنتي. معناها كل غطاء هو القيس متاعه 55 سنتي طول، والعرض 44 سنتي. هذا الغطاء الكبير. الغطاء الصغير 23 سنتي عرض وطول 55 سنتي. معناها يقع كل غطاءين على خلية. بالنسبة للارتفاع الغطاء لا يتعدى 3 سنتي. 3 سنتي. بالنسبة للجوانب، بالنسبة للجوانب العلو هو 4 سنتي. لون 4 سنتي بالنسبة للعلو. لون كيف يقع نظمها؟ هو حيث أن يمكن نضع القاعدة كهكذا، بعد أن يقع دونك القطع الإسمنت اللي تحصلناها هذا القاعدة، ثم نضع الجانب الأمامي هكذا، الجانب الأمامي هكذا، ثم الجانب اليساري الجانب الخلفي هكذا، ثم نضع الجوانب الأخرى في الوسط هكذا. هكذا نقع الجوانب هناك ثلاثة. ثم الغطاء، هذه الطريقة التي يقع صنع بها هذه الخلية الإسمنتية، مع العلم أن كل الخلية تتطلب 3 سطول رمل، 6 جريفاي، وزوج سطول من الإسمنت، إسمنت ليس العادي وإنما إسمنت البيطان، ليس إسمنت الماء وإنما إسمنت البيطان الخاص بالبيطان. وبذلك نتركها تشف لمدة 4 أو 5 أيام، ثم نقوم بدمجها بالطريقة التي شاهدتمها. القاعدة، الجانب الوراء، الجانب الأمامي، الجانب الأيمن، الجانب الوسط والخلف، نقع إدماجها بالإسمنت، وبذلك تصبح لدى خلية من الإسمنت. وقبل دمجها يجب أن نضع بالنسبة للجانب هذا نقع الساق مسطرة، قبل أن يقع الدمج. بالنسبة للجوانب كل جانب، بالنسبة للجانب اليميني نضع مسطرة كهكذا بمقدار سنتي ونصف على الأعلى لكي يتسنى لنا وضع الإطار. نقوم بربطها بالمسمار. كذلك بالنسبة للوسط نضع مسطرتين، واحدة من الأمام واحدة من الخلف. ثم الجانب الأيمن مسطرة واحدة نقع شدها بالمسمار في هذا الجانب، بحيث أنها تبعد على السطح على شافة الواحد بمقدار سنتي ونصف، سنتي ونصف على أعلى الجانب. أنا بالنسبة لأعلى الجانب هكا، هذاك الجانب ينزل سنتي ونصف بعيد على الواحد باش نجم نحطو الكادر.
وبذلك نكون قد وضعنا المسطرة التي سوف ترتكز عليها الإطارات، وهي من اللوح ويشدها بالمسامير البرادي وشوي، وبذلك إحدى الثقوب في الإسمنت ويشدها بالبراغي. هذه نقول أهم ما يمكن أن نطيه في هذا في صنع هذه الخلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.